إصلاح التعليم بمختلف مراحله إضافة إلى التشغيل والسلم الاجتماعي وتكافؤ الفرص انتظارات بعض المواطنين من الرئيس الجديد لموريتانيا، ويقولون إنهم يتطلعون إلى تحقيقها. ويقول مشتغلون بالحقل التربوي في موريتانيا إن أولوياتهم من الرئيس الجديد انتهاج سياسة ناجعة للنهوض بالتعليم في البلاد. رانا طالبين أول شيء التعليم، تعليم بمراحله كاملة، الابتدائي والإعدادي والثانوي الجامعي. طالبين من هذا التعليم عنه ما يعود ذي النسبة الكبيرة اللي عندنا في الابتدائي مما يلحق منها شيء جامعي. تو عندنا الآلاف في الأقسام، تو الجامعي ما يلحقها ما وكاد انه المئات، تو هذه يلا يغلب عليها. يشكل النهوض بأوضاع المواطنين في الداخل ومحو الفوارق الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع وإبعاد الجيش عن السياسة مطالب ملحة لدى البعض. لكن السابق وحال فيها لا السياسة الخارجية والداخل ما راح، ما فيدوا عنه خبر، وراجل إن شاء الله حال سعيد وإنه يتقن مهمته ويزيح الجيش عن الثكنات، ودعا الجيش نحسب عليه ياسر، وفيدو أخبار كل شيء الجيش ساك ما تلا حامل، لكن الساعين قالوا الجيش هو الحاكم والجيش محكوم به والفساد نحسب على الجيش، هو بالعكس الأمور بعكسية كاملة. وتونا عرفون وراجين ومل إنه يقضى على التعليم الحر، التعليم الحر راح بالمواطنين وراح بالدولة. فيما دعا بعض المواطنين الرئيس المنتخب إلى إجراء حوار وطني جامع بين مختلف الفرقاء السياسيين في البلاد سبيلا لإيجاد حلول لما يعتبرونها مشاكل عالقة، سبيلا إلى إعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية والتنموية بموريتانيا. إن شاء الله اللي يخلق فيه حوار، إن شاء الله يترتب عنه حوار جامع ويخلق فيه إجماع وطني، يترتب عنه حكومة إجماع، حكومة كلها يجبر فيها ذاته ويتمخض عنها إن شاء الله التنمية والتطور الازدهار للدولة الموريتانية. مطالب مختلفة وتحديات عديدة يأمل الموريتانيون أن تجد طريقها إلى الحل وأن تكون في سلم أولويات الرئيس المرتقب تنصيبه رسميا أغسطس القادم.